السنان أرضنا صارت يا باب أرضنا قشف سلاب في بني زيد عداة كالطغاة الخير جابوا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي الأفغان وفي الصومال. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعيدك. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعيدك، وارفع بهم رايتك، وانصر بهم دعوة نبيك، وحرر بهم قدسك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلهم، اللهم اجعلهم ممن قلت في كتابك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم زدهم إيمانا وتقى، اللهم زدهم إيمانا وتقى، اللهم زدهم إيمانا وتقى، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم قو إيمانهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، وسدد رأيهم ورميهم، وصوب سهامهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أنزل عليهم ملائكتك، اللهم أنزل عليهم ملائكتك الكرام، اللهم غشهم النعاس أمنة منك، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم طهر جوارحهم، اللهم كن أسماعهم التي يسمعون بها وأيديهم التي يبطشون بها، اللهم كن أسماعهم التي يسمعون بها وأيديهم التي يبطشون بها وأعينهم التي يبصرون بها. إلهنا إلهنا، من للمستشهدين في قبورهم؟ إلهنا، من للمجاهدين الصالحين في ثغورهم؟ إلهنا، من للمأسورين الصالحين في سجونهم؟ إلهنا، من للأيتام في بيوتهم؟ إلهنا، لا راحمة لا راحمة ولا منقذ لهم إلا أنت. إلهنا، لا راحم لهم سواك فيسترحمون، ولا منقذ لهم سواك فيستنقذون. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين. أنت رب العالمين، إله الحق، إله الحق. كما نصرت نبيك في بدر وأحد، وكما نصرت نبيك وأصحابه يوم الأحزاب، اللهم فانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الأفغان. اللهم أنقذهم، اللهم خلصهم، اللهم أنقذهم وخلصهم من الصليبيين الحاقدين، ومن اليهود الخائنين، ومن المنافقين المندسين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم،
اللهم عليك بهم، اللهم اشف صدورنا بهم، اللهم حي يا قيوم، اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان نوح، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف قوتهم وأوهن عزيمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل قوتهم عليهم، اللهم سلط عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك، اللهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم وقتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم، اللهم وفك أسرى إخواننا المأسورين، اللهم فرج همهم واكشف كربهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وثبتهم على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض، ترى الظالمين وما يصنعون وتعلم علانيتهم وما يكنون، اللهم عليك بالساخرين بنبينا محمد، اللهم عليك بهم، اللهم شل أيديهم وما كتبت وأخرس ألسنتهم وما نطقت وأعم أبصارهم وما نظرت، اللهم قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم عليك بهم في كل مكان بقوتك وقدرتك يا قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم نصرة للدين، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا ممن يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.